وشو حل المشكلة. هذا الشاي، هذا هو الشاي وسكر برا. تعال 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 الحين على كيفك انت، سوي الطلب من عندك بعد، كان جبت لنا قهوة، الحين من قالك تحط السكر برا؟ انت شوف يا زول، هذا سكر داير سكر يكب، ما داير سكر يشربه مسيخ. يا اخي ما تكرهنا اللي انا مالك يا اخي. اعوذ بالله يا اخي، ناس ما تفهم. بسم الله، السلام عليكم. السلام عليكم. لا سلام ولا كلام. بسم الله. الحين وينكم فيه؟ وانت حتى مشيت بطيء. اجلس. وش بك انت؟ لحظة، اجلس. اجلس اجلس اجلس، فكت من شر ذا. الحين بسألك يا راشد. نعم. الحين احنا متى متوعدين؟ مو بعد العشاء؟ اي بس صليت العشاء وجيتك، يعني نص ساعة وجيتك زحمة. نص ساعة يا الظالم، نص ساعة، النص ساعة هذه يقوم فيها حروب، تضيع فيها دو 10 دقائق تضيع فيها دولة. يعني الحين احنا جايين نسولف. يو يو يو. وننبسط ونفلها. وذا جايني على نص ساعة يا رجال، تعذب الشيطان. انت ردك الحالة اخذ نص ساعة، انت ما اخترت الا خويك البطيء يجي اليوم، انت بتستفزني، تبي ترفع ضغطي. دقيقة، اوش يقول لا اله الا الله؟ غير كذا ليش تطلب لنا مشروبات؟ بردت. لا والله، لا اكيد عشان اختصر الوقت. الحين لحظة، تخيل اني ما طلبت من مشروبات، كان جيتوا طلبنا مشروبات ومش عارف ايش، على ما جاء المشروب ما تكلمنا. لا يا شيخ، على كيفك الحين تبي تستفيد من الوقت على حسنا؟ الحين وش الطالب لنا الحين؟ وش الطالب لنا؟ كان تقدر تسأل السؤال ذا من أول شيء بدل ما ترد الرد الطويل ذا. طالب لك شاهي، يعني أول مرة نطلب شاهي؟ الحين كم لنا وإحنا جالسين في هالكافي؟ كم سنين ولا مو بسنين؟ مو أول مرة نطلب شاهي؟ كلنا نطلب شاهي. لا بس اليوم نبغى نطلب شيء غير الشاهي، يعني ما أبغى شاهي. لا والله الحين ما تبغى تطلب شاهي ها؟ أنا بنفسي جاي متعشي جاي العشاء. من قال اني ابي شاي؟ جعلك تغص، جاي متعشي، ايش دخلني انا في عشاكم؟ اقسم انا الغلطان صراحه، انا الغلطان اللي اصلا جاي وانتظركم في ذا المقهى اللي يفشل ويرفع الضغط يا الباردين يا المستفزين. الو يا اخي انا كم لي داق عليك؟ تعال استعد اقعد مكانك، اذبح الشيء ذا حار، اعوذ بالله. والله العظيم يا عبد الله ما توقعته كذا. بارده ها؟ بارده؟ اصبر وراها بارده. صار ساعة طالب. وش ذا؟ ايه والله بارد. ايه من وجهك يا سليم. سليم ايوه تعال لو سمحت يا سليم، تعال قاعد اغسل، اصبر شوية يا اخي. تعال يا اخي، تعال يا اخي، الشاي بارد، انا اشرب شاي بارد وهذا قلت ادفع فلوسه بعد. يا زول انت مالك برضه، انت مالك في شنو؟ انتوا مالكون يا اخي. يا اخي هذا من يشرب هذا؟ بارد ثلج، اول مرة اشوف واحد يشرب شاي بارد. انا دخل شنو؟ ده زولك يا اخي، الزول ده قال لي جيبه، انا ما شنو ثاني؟ ولا ما يدخل ولا ما تقول سخنه، ولا ما تقول سخنه زي الناس، واحد جاي نشرب شاي بارد. يا زول انتوا مالكم؟ لا لا كلكم ليش عارف؟ حار حار حار، اسلوبكم حار يا اخي. احنا حارين؟ اي